اهلا بيكم مره ثانيه. تعالوا نروح على طول على مقر النادي الاهلي في الجزيره ونعرف سلا حامد هتعرفنا على ايه من المستجدات اللي حصلت في النادي الاهلي وفرقه المختلفه. سلا صباح الفل عليكي واهلا بيكي، اتفضلي سامعينك. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك انا هواند وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وطبعا زي ما انت قلت يا كريم حاليا انا متواجده داخل لمقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الاخبار والامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. بس خليني قبل ما اتكلم عن الاخبار المتعلقه بجميع فرق النادي الاهلي الرياضيه، خليني اقول لكم ان النهارده ان شاء الله مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، الكل النهارده هيكون متواجد، والكابتن محمود الخطيب العقد اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة إن شاء الله في تمام الساعة 4 عصرا، والاجتماع هيكون في قاعة الخاصة بالاجتماعات في المبنى الاجتماعي في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يمكن النهاردة إن شاء الله الاجتماع هيكون يعني مع كابتن خطيب وكل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي لمناقشة يعني كل الأمور الخاصة بالنادي الأهلي وطبعا الملفات والموضوعات المهمة اللي تخص جميع فرق الرياضية وبالأخص الفريق الأول لكرة القدم، وتحضير يعني مصيره الفترة القادمة، وطبعا يعني مين المدير الفني الجديد، وطبعا كمان القائمة اللي هتضم يعني جميع اللاعبين للموسم الجديد. فكل ده النهاردة إن شاء الله هيناقشه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في اجتماع اليوم. خليني بقى أروح لجميع أخبارنا النهاردة وابتدي معكم بأخبار الفريق الأول لكرة اليد سيدات تحت قيادة الكابتن محمد عادل. يمكن النهاردة إن شاء الله يعني سيدات كرة اليد هيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي، النهارده التدريب هيكون الساعة 6 استعدادا للمباراة القادمة، وهتكون في الجولة الثانية من بطولة الدوري العمومي لكرة اليد سيدات. يمكن المباراة القادمة أو يعني الجولة القادمة هتكون أمام نادي الزمالك يوم السبت المقبل، والمباراة يعني هتقام على صالة الأمير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي الأهلي في تمام الساعة 6 مساء. ويمكن كمان يعني بخصوص الفريق الأول لكرة اليد سيدات، يمكن امبارح الكابتن خالد العوض دي اعلن عن تجديد عقود 15 لاعبه في صفوف الفريق، ويمكن ده يعني لمده 4 مواسم مقبلة. يمكن كمان يعني أكد الكابتن خالد العوضي امبارح في تصريحاته إنه التجديد العقود اللاعبات دي يعني كان في إطار توجيهات من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يعني للحفاظ على لاعبات النادي الأهلي واللي يعتبروا من العناصر الأساسية في صفوف الفريق، وطبعا عشان يعني يحصدوا جميع البطولات الفترة القادمة وجميع الألقاب يعني في الموسم الجديد، سواء بطولة الدوري بطولة منطقة القاهرة أو بطولة كأس مصر. فحابب يعني كابتن محمود الخطيب وجميع مجلس إدارة النادي الأهلي إن هم يحافظوا على جميع لاعبات النادي الأهلي للموسم الجديد. كمان خليني أقول لكم مين هم ال 15 لاعيبة. يمكن البداية مع كابتن الفريق نصر عيد، أمينة عاطف، غادة حسام، أمنية عادل، رنا محمد، دعاء حلمي، دينا خالد، سارة حسام، ليلى حماد، شهد الشواربي، ليلى شريف، فرح حازم، آلاء يعني صابر، ومنة الله سيد، وأخيرا رحمة محمد. دي كانت كل اللاعبات اللي جددوا عقودهم مع النادي الأهلي. خليني بقى أروح لكرة السلة سيدات وتحت قيادة الكابتن طارق خيري، النهارده ان شاء الله عندهم تدريب الاول يعني بعض التدريبات في صالة الجيم الساعة 6، بعد كده تدريب الساعة 7 باسكت كرة السلة في صالة الشهداء بمقر النادي استعدادا للمباراة القادمة، واللي هتكون يعني مباراة ودية مع نادي الصيد لتاني مرة، ولكن النهارده او بكرة ان شاء الله يعني المباراة هتكون على صالة الشهداء في مقر النادي الساعة 6، وده يمكن ده في اطار استعدادات الفريق للموسم الجديد. ويمكن زي ما قلت قبل كده في بداية الموسم الجديد هتكون أول بطولة لسيدات كرة السلة، وهي بطولة منطقة القاهرة اللي هتنطلق إن شاء الله يوم 20 من الشهر الجاري، ويمكن أول مباراة للنادي الأهلي هتكون يوم 21 مع نادي مدينة النصر في تمام الساعة 6 مساء، وهتكون على صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. يمكن كمان خليني أقول لكم إنه يوم الحد اللي فات ده يمكن وصلت الوفد الجديد أو المحترفة الأمريكية الجديدة لفريق كرة السلة جامي نارد، ويمكن هي المحترفة الأمريكية وصلت يوم الحد اللي فات، ويعني النهارده او بكره ان شاء الله يعني بنسبه كبيره هتكون متواجده لتوقيع العقود بشكل رسمي وللانضمام لتدريبات الجمعيه مع فريق النادي الاهلي ومع لاعبات النادي الاهلي عشان ان شاء الله يعني تكون متواجده في اول بطوله للاعبات النادي الاهلي وهي بطوله منطقه القاهره.
استكمالا لجميع اخبارنا النهارده، كمان خليني اقول لك يا كريم واقول لك انا هوند انه امبارح النادي الاهلي اعلن عن انطلاق بطولته التنشيطيه السادسه لبراعم السباحه وكره الماء من يوم 8 ليوم 10 سبتمبر. يمكن البطوله دي بالنسبه لبراعم السباحه تكون لمواليد 2012 2013 بمشاركه 1000 لاعب او 1000 سباح وسباحه في فرع النادي الاهلي بمدينه النصر، وبالنسبه لكره الماء هتكون لمواليد من 2010 ل 2014 بمشاركه 300 لاعب في مقر النادي الاهلي بالجزيره. ويمكن كمان يعني المميز في البطوله دي، خليني اقول لك يا كريم واقول لك يا هوند، انه اللي بيميز البطوله دي ان البطوله دي بتحمل اسم الراحل الكابتن طارق الصغير، وهو يعني لاعب كره الماء السابق في النادي الاهلي رحمه الله عليه. يعني البطوله دي تحمل اسمه تكريما ليه ولما يعني قدمه طوال مسيرته في النادي الاهلي، سواء كلاعب كمدرب او كمسؤول في النادي الاهلي بالاخص في قطاع كره الماء بالنادي الاهلي. يمكن دي يعني كريم النهارده كانت كل اخبارنا النهارده بخصوص الفرق الجماعيه وجميع الفرق الرياضيه داخل النادي الاهلي، وطبعا اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي النهارده اللي هيكون في تمام الساعه 4 عصرا. اكيد انا معاك يا كريم ومعاك يا نهاوند لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو. شكرا جزيلا ليك زميلتنا العزيزه سارة حامد على هذه التغطيه.